أهلا بحضراتكم. كتير مننا شافوا قصر سكاكيني باشا اللي في حي الظاهر. القصر ده من الأماكن والقصور اللي كتير مننا كمصريين ما يعرفش عنها حاجة، ولا ازاي اتبنى القصر الفخم الضخم ده، ولا هو مين السكاكيني باشا، ولا إيه حكايته، ازاي قدر يعمل الثروة الضخمة دي اللي تخليه يعمل قصر بالجمال والفخامة دي كلها. السكاكيني باشا حكايته حكاية من شاب صغير جاي من الشام يشتغل شغلانة صغيرة أثناء حفر قناة السويس لباشا عنده قصر ضخم جدا. سر ساعده في الحياة كان القطط. أيوة زي ما سمعت مني بالظبط، القطط سر ساعده وهناه. عايز تعرف الحكاية وإزاي القطط كانت وش السعد على سكاكيني؟ اسمع مني بالتفصيل لكن بعد الأغنية دي. يلا سمي يلا لمي فوق في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيلة. اسمه حبيب باشا السكاكيني، اتولد سنة 1841 في الشام، وصل مصر مع أسرته وكان عنده 16 سنة وعاش فيها لحد ما مات سنة 1923. القطط كانت وش السعد على الشاب حبيب السكاكيني. وقتها كان بيشتغل في وظيفة صغيرة في مشروع حفر قناة السويس، ووقتها برضو كان المشروع ده كله ممكن يتهد بسبب الفيران. بالظبط كده زي ما سمعت، الفيران كانت هتبقى السبب ان المشروع كله يتوقف. الفيران وقتها اتوحشت وبقت بالألاف إذا ما كانتش بالملايين، لدرجة أنهم أكلوا الأكل كله المخصص لعشرين ألف عامل مصري، وما كانش في حل غير أنهم يوقفوا المشروع لحد ما يلاقوا حل. حبيب السكاكيني الشاب الطموح فكر ولقى الحل، وعلى قد بساطته على قد عبقريته. صرخ زي نيوتن لما وقعت عليه التفاحة وكانت سبب اكتشاف الجاذبية، وجري وهو بيقول القطط القطط هي الحل، هي القطط اللي هتخلصنا من الفيران، احنا نصطاد قطط ونجوعها ونسيبها على الفيران. وفعلا اشتروا قطط وجوعوهم ونقلوهم لمنطقة القناة، واتحققت المفاجأة، القطط قضت على الفيران ورجع العمال للحفر في أمان. الحكومة المصرية قررت صرف مكافأة محترمة لحبيب السكاكيني، لكن الشاب الطموح كان أذكى من أنه ياخد فلوس أيا كانت قيمتها، وطلب يتوظف رئيس ورش تجفيف عموم البرك والمستنقعات في مصر، ويدي شغلانة تجيب ذهب. وكانت وش السعد برضو على حبيب السكاكيني، اشتغل فيها بضمير وبدأ ردم البرك والمستنقعات، زي مثلا بركة الأسبكية، بركة الفيل، بركة الناصرية، بركة الفوالة، وبركة الشيخ قمر. بركة الشيخ قمر دي بقى ليها حكاية تانية هقول لكم عليها بعد شوية. نجاحات حبيب السكاكيني في ردم البرك وإقامة الحدائق والبساتين وأعمال المقاولات وصلت أسماع الخديوي إسماعيل، فكلفه يشتغل مقاول في إنشاء دار الأوبرا المصرية، ونجح فعلا في إنجاز المشروع الثقافي الكبير الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ولأن الوقت ده كان ضيق وفضل 3 شهور على حفل افتتاح الأوبرا، واصل حبيب السكاكيني الليل بالنهار وفضل يشتغل بأفكار جديدة وسريعة لحد ما أنجز المطلوب في الوقت المناسب. ومن يومها بقى حبيب السكاكيني مقرب من الخديوي إسماعيل، واللي أنعم عليه بلقب بيك. نرجع بقى لحكاية بركة الشيخ قمر. حبيب السكاكيني من أول يوم في الوظيفة وهو حاطط عينه على بركة الشيخ قمر، وكان عارف كويس إن القانون بيديله الحق ياخد بركة من البرك اللي ردمها. وفعلا لما ردم بركة الشيخ قمر الموجودة في الظاهر طلبها لنفسه، وبقى الشارع الواصل بين ميدان الظاهر بيبرس للشارع المؤدي لغمرة. الشارع ده اسمه شارع السكاكيني، والميدان اللي في وسط الشارع اسمه ميدان السكاكيني. في الميدان ده تحديداً قرر يبني قصره، ولأنه راجل بيخطط لكل حاجة في حياته كان قبل ما يبدأ في البناء مقرر شكل القصر هيكون إيه، وكان عايزه نسخة طبق الأصل من قصر شافه في إيطاليا. القصر اتبنى على مساحة 2698 متر مربع وفيه 50 غرفة وارتفاعه 5 أدوار وفيه 400 شباك وباب و300 تمثال، منهم تمثال لحبيب باشا السكاكيني نفسه. وفي القصر ده اتجوز حبيب باشا السكاكيني من سيدة سورية اسمها هنريت، وأنجب منها ولد واحد اسمه هنري، والكلام ده كان سنة 1890. هنري حصل على الماجستير في تاريخ مصر عام 1911، وبعدها حصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة باريس، والكلام ده كان سنة 1915. وبعد وفاة والده ووالدته أهدى هنري القصر للدولة المصرية. ومؤخرا بدأت وزارة الآثار عملية ترميم كاملة للقصر ووضعه على خريطة السياحة المصرية. وبكده تبقى خلصت النهاردة حكاية قصر السكاكيني. بشكر حضراتكم واسمع مني داليا الخطيب. هيبقى في أفراح كتيرة في كل حتة في عمار، شعب شغل للنهار، يلا سمي يلا نمي فوق في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيلة.